السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يقبل الكثير منا على البحث عن الطريقة الشرعية والصحيحة لذبح الأضحية للتقرب إلى الله والفوز بالثواب والأجر. ولكن هناك أسئلة: هل يجوز للمرأة ذبح الأضحية؟ وما حكم الشرع إذا كانت المرأة حائض؟ وهل يجوز أن تساهم المرأة في ثمن الأضحية مع زوجها؟ فتأتي الإجابة من دار الإفتاء بأنه يجوز للمرأة أن تذبح ما يؤكل لحمه من الحيوانات والطيور. أما بالنسبة للأضحية فإنه يجوز أن تتولى المرأة بنفسها ذبح الأضحية، ولا مانع من ذلك من الناحية الشرعية، وهي والرجل في شأن ذبح الأضحية سواء، ولكن بشروط، ولا تختلف شروط المضحي من النساء عن الشروط التي فرضها الإسلام على الرجال. ولكن يتطلب من الرجل أو المرأة إنه مع دخول العشر الأولى من الشهر العربي ذي الحجة عدم قص الشعر وأيضا الأظافر حتى نتم الأضحية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك على شعره وأظافره. ومن الشروط أيضا أن تكون المرأة مسلمة عاقلة وأن تحسن الذبح وتقدر عليه. أما عن مساهمة المرأة بالمال في الأضحية مع زوجها فلا مانع، ولكن يجب أن يكون المال خاص بها وتكون برضاها غير مغصوبة على دفع هذا المال. وعن حكم الأضحية للمرأة الحائض، يحرم بالحيض 9 أشياء هي قراءة القرآن ولمس المصحف وحمله والصلاة والطواف والصيام والعلاقة الزوجية ودخول المسجد والإقامة فيه. أما غير ذلك فلا توجد مشكلة بأنها تقوم بذبح الأضحية. وكل عام والأمة الإسلامية بألف خير. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.